إذا السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. احنا الآن يعني من أمام يعني أشهر الشوارع في مدينة الدار البيضاء اللي كتعرف واحد الرواج كبير، كتعرف يعني ازدحام مروري. الآن وبعد تساقطات المطارية كنعرفوا مجموعة يعني من مجموعة من الحفارين اللي كيعمروا بالماء، واش اللي كيؤدي يعني الحوادث السير لا قدر الله كما كنشوفوا الان مشاهدينا. هو السؤال المطروح، من المسؤول على هذا؟ يعني من يتحمل المسؤوليه، من يتحمل المسؤوليه ديال البنيه التحتيه لمدينه الدار البيضاء؟ ملي كتشوف شارع بحال هذا اللي هو يعني شارع مهم، شارع من اكبر الشوارع في مدينه الدار البيضاء، اللي يعني كيعرف واحد الكثافه مروريه، شارع مؤدي يعني طريق السيار، مؤدي لجميع المناطق، شارع مهم. كتعرف يعني مجموعه من الحفاري بحال هكا الشتاء، واحد القادوس يعني اللي كان دابا كان عامر، حتى واحد السيد اللي دخل، ويعني دخل واحد السيد اللي حل ديك القادوس باش هبط الماء. فكما قلنا احنا الان يعني مدينه الدار البيضاء، سؤال المطروح، من المسؤول على هاد الحفاري هادو؟ من يتحمل المسؤوليه ديال البنيه التحتيه لمدينه الدار البيضاء؟ نداء للمسؤولين، المسؤولين على هذا القطاع. فملي كنشوفوا بحال هكايا ومدينة الدار البيضاء بالضبط، يعني طيح شويه ديال الشا كتعمر الدنيا، الحفاري، الماء، فهنا كنشوفوا ضايه ديال الماء. الممر المؤدي ديال الراجلين ما بقاش كيبان بالماء. يعني وجنبات الرصيف كذلك، فالعيب والعار وحشومه نشوفوا هادشي في مدينه الدار البيضاء. وحنا كنلقوا رساله للمسؤولين ديال المدينه، فهادشي كما قلنا راه كيؤدي الحوادث السير لا قدر الله، كيؤدي بزاف ديال الحوايج. يعني حتى السياره ديالك ولا الدراجه الناريه اللي كتكون كتسوقها، فهي اللي كدوز من هنايا، فهي بعض المرات راه كيوقعوا خسائر. الله يستر بنادم ما كيشوفش يعني دوز بموتور هنا، الله يستر تجيب الربحه. طبيب كتقول لي حنا عندنا اخويا وي اختي، هنا مدينه كتواجد راه ماشي في مدينه الدار البيضاء، يعني موجود جميع البلايص، ولكن مدينه الدار البيضاء كما قلنا فهي مدينه كبيره، كتعرف يعني كثافه سكانيه، كتعرف يعني ازدحام مروري، كتعرف رواج كبير. شارع كبير، يعني شارع كبير في مدينه الدار البيضاء، شارع مهم، شارع مؤدي لمجموعه من البلايص المهمه، فعيب وعار بحال هكا. احنا المسؤولين على هذا القطاع، والرساله يعني السؤال من